مستمعينا الكرام يا هلا فيكم، ومعنا في هذه الساعة أخونا معمر سلامة، وموضوعنا عن ما زال حقيقة خواطر ووقفات مع النجاح وفي طريق النجاح. حياك الله أخوي معمر. حبيبي الله يسعدك ويخليك، وآسف إنه اليوم أخرناها، كانت المفروض الساعة 10. نعم. بس في ظرف كده وخلينا. لا مشكلة إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. على طول أتبارك. وما نستغنى دائما. على طول أتبارك والله. الله يسعدك يا رب. طيب سبحان الله، اليوم حيكون يوم جدا مميز، لأنه حنتكلم على آخر ثلاثة خطوات من خطوات النجاح. أيوه. وبإذن الله بعدها ما حتكون بس حنوقف، لا بعد حنتكلم على الأهداف وكيف طريقة صناعة الأهداف. جميل. وإيش البنية الأساسية للأهداف، وإن شاء الله بإذن الله أنا زي ما وعدتك حنقفلها بطريقة جدا جميلة، إنه مو بس كلام اللي إحنا بنقول، إحنا برضو بنجيب أمثلة حية واقعية. الحمد لله والشكر لله اخترنا حوالي 6 أمثلة. إن شاء الله بإذن الله نخليها مفاجأة وقتها، حيجوا حيحضروا معنا الاستوديو وحنسألهم بتفصيل أنا وإنت كيف نجحوا وإيش اللي وصلوا. جميل جميل جدا. طيب أول خطوة أنا بنتكلم عليها من آخر ثلاثة خطوات هو لسه في واحد عندنا، لا كان مفروض أمس. أيوة. لا بس لسه موجودة، هي لا تتكاسل. نعم. سبحان الله، نحن قلنا إنه التوهم اليأس من أسباب الأساسية اللي تحارب النجاح. لكن الكسل هو اللي يولد الفشل. نعم. والفشل ما هو ضد النجاح. نعم. ولما أتكلم بس بالكسل إيش، إنه لما تلاقي عندك وقت فراغ كبير جدا يولد لك خمول، يولد لك عدم كيف أقول لك، هي بالعامية إنه عدم الحب للنجاح، إنك أنت خلاص أنا ليش أسوي الحاجة دي، في غيري. وسبب الكسل إنه دائما تلاقي شخص بيعتمد على الأشخاص التانيين، إنه هو مو بيسوي الشيء ده، معتمد على شخص تاني هو اللي يسوي له ده الشيء. اعتمادي يعني هو. أيوة وهذه هي المشكلة. أيوة. فلازم الواحد يبدأ يفكر في مبادرات، لازم الواحد يبدأ يحط في بالنسبة له خطة وما يتكاسل عليها، لا يشوفها إنه هي صعبة. للأسف أخوي عادل، إنه بداية هي في أي مشروع لازم تكون صعبة، فأنت لا تتكاسل أول ما تشوف إنه هي صعبة تصير فتقول خلاص لا ما أقدر، هذا حيولد لك إحباط ويولد لك يأس وتبدأ تتوهم إن أنت شخص غير ناجح، فهذه هي المشكلة. نعم. لا، خذ المبادرة، توكل على الله، تاني مرة بنقولها، وأبدأ حط في بالك إنه الكسل هذا على شيء على جنب، ولازم أتعب. التعب معه لوحده هذا هو اللي إن شاء الله بيدي لك الروح إنه أنت ما شاء الله بدأت تشم طريق النجاح. أنا حضرني قصة مرة لذيذة، كان الله يرحمك ويغفر له جدي، كان يقول لنا، هي إنه يقول لي كان في ولد يعتمد على أبوه وأمه، فأبوه شخص ناجح تعب. نعم. فقال له خلاص أنت لازم كل يوم الصبح تروح تشتغل، أنا ما عندي الكلام ده. فالولد هو خارج، أمه شافته، تعرف حنية الأم، قال لي يا أمي شوفي، وأنا ما لي في الشغل ولي في الأشياء دي، إيش اللي أقوم وأقعد أشتغل وأسوي وأعمل؟ قلت له خلاص حبيبي، أنا كل يوم أديك ريال ودي لأبوك إنك أنت كأنك تعبت. فالولد كل يوم يقوم الصبح يوهم أبوه إنه هو خرج يشتغل، وهو نزل تحت ونام. نعم. ويجي قبل نهاية النهار يعدي على أمه تدي له الريال ويدي لأبوه. أول يوم سوى الحركة هذه، أدى لأبوه الريال، قام أبوه شال الريال ورماه على الشارع. الولد ضحك كده ومشي عادي. تاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، خمس يوم، بعدها بأيام راح لأمه قالت له اسمع أنا ما عندي خلاص، أنا كل شيء حقعد أدي لك، دبر نفسك. أيه. فالولد قال يا الله دحين لو ما رجعت أبوي إيش يسوي، فراح اشتغل. نعم. فكرف وتعب وتحمل، وفي نهاية اليوم اتحصل على الريال، يعني تعب على الريال ده. نعم. فراح لأبوه يدي له، هو أبوه بيرمق له لا والله أنا اشتغلت. فالشاهد في الموضوع حسن التعب. أيوة هذا تعبك. نعم. فتحس فيه. نعم. سبحان الله، المثابرة وعدم الكسل يولد لك كذا شعور انك انت خلاص سويت كل اللي عليك. انا بس اخر نقطه قبل ما نروح على البريك يا اخوي عادل، انه سبحان الله الشخص اللي هو ضد الكسل تلاقيه دائما شخص مثابر، مهما تكون النتيجه ما يهمه. نعم. خلاص انا سويت اللي علي، الباقي على ربنا. صحيح. لكن الشخص الكسول دائما يحط الحجه على الغير ويقول يا الله ربنا يا رب اكرمني، وهو جالس في مكيف في غرفه وهذا. نعم. فهذه هي الفرق ما بين الاثنين. جميل جدا. حنطلع فاصل ومكملين معاكم طريقنا في النجاح، وخلوكم على السماعة.
عدنا لكم مستمعين الكرام، حياكم الله مرة أخرى، وحديثنا ما زال مع معمر سلامة. وقال لا تتكاسل، ترى هذه من الأشياء اللي بتفشلك في طريق النجاح. أكيد. وعادة المتكاسلين هم ناس اعتماديين، انت ذكرت هذه النقطة وبزيادة كمان زي القصة اللي انت قلتها. ايوه بالضبط، قلت لك قصة الولد الصغير كيف ايش اللي حصل له بالضبط، انه أيوة. يعني كان معتمد على امه اكثر من شيء، ودائما تلاقي التكاسل انه شخص يعتمد على الشخص الثاني. نعم. يعني ما يعني بيقول لك انا ما اقدر اعيش من دون شخص، وتلاقيهم دول سبحان الله دائما تلاقيهم في بيئة انه لوحدهم ما يقدر يتحركوا الا بمساعدة اشخاص ثانيين، مع انهم لو اخذوا الخطوة قدام وحاربوا او جربوا حيلاقوا في شيء مختلف جدا. نعم. نجي على أهم نقطة من خطوات النجاح، هي نقطتين بس هذه بالنسبة لي مرة مهمة. حاسب نفسك. محاسبة النفس مطلب أساسي. أيه. يعني إيش محاسبة النفس؟ يا أخي نحن ما إحنا بني آدمين كاملين، بتمر بظروف، بتمر بمراحل بحياتك. أجلس مع نفسك، شوف إيش المشاكل اللي أنت بتواجهها وحاول تقوي نفسك فيها. جميل. لا تخلي الغرور يتملكك انه تقول والله لا انا كويس، انا امورك تمام، انا لا في مشكله انت فيك، لا المشكله من اساس منك انت يمكن، بس انت ما انت حاسس فيها. فالمطلب الاساس انك انت تبدا تحاسب نفسك عشان تقوي نفسك، عشان تكون الافضل، عشان تكون الاحسن، وتشوف فين نقاط، ما اقول ضعفك، فرص عندك عشان تطور نفسك، عشان تطور. يعني بعض الحين يقول لك ايش نقاط ضعفك، هي ما هي نقاط ضعفك، هي فرص انت كيف تقدر تنميها عشان تكون الشخص الافضل والاحسن. رائع. فدائما حطها في بالك، اجلس كل يوم اعمل ورقه واجلس وحاسب نفسك. كيف المحاسبه تكون؟ على جزئين، الجزء الاول يومي انك انت ايش تصرفاتك كان اليوميه، ايش الاشياء الايجابيه اللي سويتها اكتبها على جنب، ممتاز كمل فيها. ايش الاشياء السلبيه اللي سويتها، ممتاز حطها على جنب وحاول انك انت تتفاداها بحيث انك انت ما تسويها ابدا ثاني. وفكر لقدام، حط يعني حط بالنسبة لك حاجة انه والله هذا هو التحدي، كيف اقدر اكون شخص تاني وافضل. جميل. هذا هو الاساس في الموضوع. فالمحاسبة انا بالنسبة لي، مع انه كل يوم بقول لك خطوات النجاح كل خطوة مهمة، هذه هي الركيزة الاساسية. لازم تاخذ وقفة مع نفسك، تعترف انه في عندي انا مشكلة، كيف اقدر اطورها في نفسي، أو بمعنى صح فين الفرصة أن أقدر أكون أنا فيها الشخص الأحسن. وهذا دأب الناجحين دائما بيحاسبوا نفسهم، حتى لو كان أكيد. وصل لمرحلة نجح فيها، بس برضو بيقول أنا في أشياء أنا أخفقت، مش شرط أنه يكون المحاسب أنه دائما هو مخطئ. لا. أيوه. ومن باب أولى الإنسان اللي وجد إخفاقات في حياته وكذا لابد من أنه يتعلم منها. نعم، في خطأ، في شيء أنا قاعد أكرره وماني حاسس فيه، بس انك ما تكمل انه تقول والله لا انا حكمل على نفس الشيء. أيوه. حكمل على نفس. أيوه. الشيء حكمل. يا اخي لا تخلي الغرور يتملكك. لا تخلي فرصة نجاح حصلت سابقة انه هي خلاص هي دي الاساس وانه طول عمري شخص ناجح. انت فاكر ان احنا الركيزة الاساسية ايش قلنا لما عرفنا النجاح؟ هو وصولك من الحسن الى الاحسن. صحيح. من الحسن كل شخص في العالم ناجح. انا اتحدى انك تلاقي لي شخص ما هو ناجح. كلمة فشل ما في. بس العلامة الفارقة انك انت كيف تاخذ نجاحك ده لأعلى المراتب، انه ما توقف، ما تاخذ فرصة انك نجحت مرة وتقول والله نجحت طول حياتي، لا لازم حياتك كلها تكون كلها نجاح. فأساسها والركيزة الأساسية حاسب نفسك، اجلس مع نفسك، قوي نفسك، شوف فين نقاط ضعفك، حاول تطورها، ما نقول نقاط ضعفك سوى مع المعذرة، الفرص اللي انت لازم تشتغل عليها وابدأ اشتغل عليها كيف تطور نفسك فيها. رائع. هذا هو الأساس. تمام. آخر نقطة. الإتقان. سبحان الله، الإتقان هو الشيء الجميل في النجاح، هو يعني ما بقول الملكة، بس الحاجة الجميلة أنك أنت تحس فيها أنك أنت يا الله الحمد لله والشكر لله، مو غرور، أنك أنا متمكن من الشيء. يا سلام. وسبحان الله، شوف الله يعني مذكورة في يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. نعم. جاية فيها. صحيح. انت اذا اتقنت العمل الله سبحانه وتعالى يوفر لك المحبه، تلاقيها قدامك. الاتقان بمعنى علامه الجوده، كان ختمت على عملك انه اي نعم حطيت على علامه. وانا الجودة. ليش بالعين خليت اخر خطوه قبلها قلت لك حاسب نفسك. يا سلام. فانت حتلاقي نفسك انه انت في طريق ما شاء الله تبارك الله ماشي فيه كويس ممتاز. نعم. وفي طريق تاني انت بتطور فيه نفسك، فلما تجمع الاثنين مع بعض انت حتتقن الشيء وحتبدع بالشيء وتكون انت شخص ناجح، والناس تبدا تسمع لك وتبدأ تأخذ في رأيك وتأخذ مشورتك.
فشايف كيف هذا هو الفرق فيها. صحيح، لا يعني خليك متميز، الإتقان أنك أنت ما تكون إنسان عادي، حتى ما أقولهم حتى يعني حتى تكون المقدم أمام الآخرين، المطلوب أمام الناس، لا تكون إنسان عادي، لابد تضع بصمتك الخاصة. وكل واحد فينا الحمد لله يعني له بصمته، معمر له بصمته، أنا لي بصمتي، أخويا تركي له بصمة، كل واحد له بصمته الخاصة فيه. الحمد لله. تعرف إيش الشيء جميل في الإتقان؟ يجي من المحبة، إنك تحب الشيء فأنت حتتقنه. إذا حبيت حتتقن، ومع محبتك للشيء حتتقنه، مع إتقانك حتبدع وأصير شخص مبدع. أدينا فيها أمثلة مرة كثير. الولد اللي حق الجيولوجيا اللي قلت لك عليه، اللي كان يجمع الصخر، الناس كلها تقعد تتريق عليه، محب للشيء ده، حاسس مجاله فيه، حاسس حيز وهو موجود في ده الشيء. شوف إيش وصل يعني مرتبة مرة عالية. في مثال ثاني أنا أقول لك، هو قال لي هو الشيخ حسن شاهين جدا عجبني على ولد طالب كان معه، قال له أنت إيش أمنيتك أو إيش هدفك في الحياة؟ قال له أبا أفتح مكتب سياحة أنا أكون ماسكه. قال له ليش؟ قال له أنا أحب إنه أسعد الناس، إنه والله أوفر لهم حجوزات، أسوي لهم رحلات، لهم تخطيط لرحلة حقتهم، كيف يطلعوا شهر العسل وهلهم مجرة. فأنا بقول لك حبيت الشيء حتبدع فيه، والله إيش كنت حتبدع فيه وحتتقنه. يا سلام. فالمحبة يعني بحيث يخلي الواحد دائما يعيش العمل أكثر. أكبر دليل عادل برباع قدامك يحب الإزاعة ويحب هذا، ما شاء الله. والله العظيم أنا بقول مثلا حي قدامي. الله يسعدك، محبتك للشيء صحيح أدتك للإتقان، والإتقان أدتك أنك تبدع. نعم وهذا هو. الله يسلمك. طيب هذه كلها نقاط مهمة جدا حقيقة، يعني ذكرت أشياء الواحد فعلا بيجد نفسه حتى ينجح، حتى يحقق، حتى يتميز، لابد يمشي عليها، ما في مفر وما في على قولهم الواحد انه يخرج عنها. حقولها بس على عجاله، انا والله هي كلها بتحتضن في راسي صراحه. أيوه. احنا بداناها بايش؟ اول شيء التقوى والاخلاص. نعم. عائلتك اولا، تكلمنا رده فعلك، لا للتخاصم، مساعده الاخرين، مد يدك للضعيف، لا للتشاؤم، لا لليأس. صحيح، كل هذه نقاط سبحان الله يا أخوي عادل تحسها كلها لاصقة في بعض وماسكة في بعض، سبحان الله ما تقدر تمشي على نقطة من دون النقطة الثانية. أكيد. ولاحظت أنت رجعنا ليها البعض. صحيح، بنرجع ليها البعض، وكل نقطة بتذكرنا بالثانية. وأساس كل شيء ثقتك بالله سبحانه وتعالى، لازم تكون الركيزة الأساسية ليك. وهي المنبع الأساسي ليك. الله يسلمك. وآخر شيء زي ما قلنا، حاسب نفسك وأتقن العمل. 30 خطوة أنت امتعتنا فيها صراحة. الله كذلك. الله يخليك. دحين زي ما قلنا إن شاء الله، ما أدري كيف الوقت خلاص. طيب زي ما قلت لك بإذن الله الأسبوع الجاي، مو الأسبوع الجاي، غدا حنتكلم على الأهداف، حنخش فيها بالتفاصيل، وبعدين زي ما قلنا المفاجأة إن شاء الله. المفاجأة نبدأ نقول عليها. أنا متشوق لها أصلا. الله يسعدك يا رب. تسلم. يعطيك ألف عافية. شكرا لك تركي، وشكرا لك أخوي عادل. وشكرا لك أيضا حبيبنا معمر، وكذلك أنتم مستمعينا الكرام. وحنطلع لفاصلنا وراجعين، خلوكم معنا على السماء.